عن استمرار الانتهاكات ضد المعتقلين في العراق على يد القوات الحكومية والميليشيات، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، سلام الله عليك. يعني كما تعرفين، لا تزال أزمة المعتقلين في العراق أحد الأزمات التي تتفاقم وبلا حل من قبل الحكومة وحتى من قبل المنظمات الدولية، لكن هنا إلى أي مدى يعني كيف تصفين أولا أوضاع المعتقلين في العراق؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يعني كما تفضلت، أزمة المعتقلين في تفاقم مستمر والأدلة واضحة. يعني حالات الموت التي ازدادت في الآونة الأخيرة، وخاصة بين صفوف المعتقلين الذين اصلا قد حكم عليهم بالاعدام او محكومين بسنوات طويله، او الذين يعانون من امراض جراء البقاء في السجون لفتره طويله، والاهمال الصحي الذي تسبب في تفاقم المشاكل الصحيه. الحقيقه المعاناه مع التعذيب المستمر الذي لا زال يقع تحت وطأته الكثير من المعتقلين والمحتجزين. الابتزاز الذي يتعرضون له من اجل حتى الحصول على أبسط مستلزمات الحياة الأساسية، ومنها النظافة الشخصية، منع زيارات الأهالي وابتزاز حتى ذويهم، حالات التعذيب المستمرة التي وصلت تصل إلى حد الاغتصاب، البيع الأعضاء، المتاجرة بالأعضاء البشرية الآن أصبحت ظاهرة كبيرة ومنتشرة بين صفوف المعتقلين في السجون. إضافة إلى ذلك، وهي المشكلة الأعمق والأكبر، وهي مشكلة السجون السرية، والتي لا نعرف مصير ومدى الانتهاكات التي تعرضون لها. على ذكر السجون السرية، يعني هذه الانتهاكات التي ترتكب على يد القوات الأمنية والميليشيات، خاصة نحن نتحدث عن السجون السرية في هذا المفصل تحديدا، هل ترقى إلى حد الجرائم التي يعاقب عليها في القانون الدولي الإنساني دكتورة؟ نعم بالتأكيد. يعني هي السجون السرية هي هذه ضرب من ضروب التغييب القسري. ما معنى السجن السري؟ شخص يتم اعتقاله ليس تبع وفق الأصول القانونية، بذكر اعتقال أو غيرها، واحتجازه في مكان غير معروف، غير معلوم، ولا يتمتع هذا الشخص بأي حماية قانونية أو أي تواصل مع أهله، أو حتى الجهات الحكومية لا تستطيع حتى معرفة مصيره. إذن هذه ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب حسب التعريف الدولي للإخفاء القسري. طيب، في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عقدتم لقاء مع اللجنة الأممية في العراق المعنية بالعدالة الجنائية، لكن هل لدى اللجنة تصورات عن أوضاع المعتقلين في العراق؟ نعم، يعني عقدنا لقاء مع فريق العدالة، ممثلة عن فريق العدالة الجنائية، بالإضافة إلى ناشطين في حقوق الإنسان. والحقيقة لديهم تصور، لأنهم يريدون وضع برنامج طويل الأمد لمراقبة مراكز الاحتجاز والسجون. طبعا هم يركزون كما تفضلوا على وزارة العدل والداخلية والسايش، ولكن نحن في الحقيقة قدمنا لهم صورة عن السجون السرية التي أيضا يعني بعيدة عن أي مراقبة وأي سيطرة. والحقيقة كانت لدى اللجنة يعني هدف يعني تنفيذ برنامج من أجل يعني عمل محكمة لحقوق الإنسان، والحقيقة هم يتواصلون مع جهات عديدة في العراق. نعم. في هذه النقطة دكتورة، اللجنة الأممية المعنية بالعدالة الجنائية يعني تتحدث عن إمكانية إقامة محكمة خاصة بحقوق الإنسان في العراق، لكن هنا ما الجهود المطلوبة لتشكيل هذه المحكمة؟ يعني في الحقيقة يعني هي ليست مسألة سهلة في أوضاع العراق. يعني هي لو كانت في وضع غير العراق، في دولة تتمتع بسيادة وغير خاضعة لسيطرة الميليشيات
فمن الضروري حتى يعني ومن السهولة أن يتم إنشاء مثل هذه المحكمة. ولكن المشكلة في العراق أن السيطرة ليست بيد الدولة، السيطرة بيد الميليشيات، والدولة هي مجرد أداة وواجهة إعلامية فقط لهذه الميليشيات. لذلك هذه هي أهم عقبة، خاصة وأن القوانين الآن في العراق يعني لا تساعد حتى على إنشاء محكمة لحقوق الإنسان، وخاصة وأن القوانين حتى هي تستخدم من أجل الزيادة في انتهاك حقوق الإنسان، والمصيبة الأكبر هي الإفلات من العقاب الذي يتم بإطار قانوني. هذه هي بالنسبة لنا هي أهم عقبة تقع ضد عمل هذه أو ضد إنشاء هذه المحكمة. ولكن إذا كانت هناك إرادة في العراق من أجل تكوين هذه المحكمة سيتم إنشاءها. طيب دكتورة، في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بشكل عام، هل أنتم متفائلون من تشكيل هذه المحكمة؟ يعني في الحقيقة ستنصف المعتقلين ربما؟ وهذا أيضا يعني حتى لو أنشئت هذه أيضا نقطة أخرى، يعني نحن نرى الآن يعني القنوات القضائية والحقوقية في العراق وكيف تسير. ليس للمحامين حرية في يعني تمثيل أي متهمين. يعني أصلا مجلس القضاء الأعلى وحتى المحكمة مسيسين ولا يستطيعون اتخاذ أي قرارات. حتى القضاة يتعرضون، إذا كان فيهم لا يزال وطنيون، يتعرضون للابتزاز ومنهم من يهرب والباقي يعني يسكت. القضاة الكثير منهم أصبحوا مسيسون ويتبعون إلى أحزاب بعينها، وهذا في الحقيقة يعني زاد من مفاقمة هذه المشكلة. ولذلك يعني باعتقادي تكوينها والقيام بمهامها في هذه الظروف الحالية صعب جدا للغاية. ولكن مع هذا يعني أنا لا أريد أن يعني أن أكون متشائمة إلى حد كبير، ولكن هذا هو الواقع مع الأسف الشديد. من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لكم.